بكل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها كان دائما في دور للشباب، واضح من خلال التطوع والمبادرات اللي حملت مسميات وعناوين مختلفة، وكان هدفها الدعم الإنساني المادي والمعنوي والمسؤولية المجتمعية للشباب وتعزيزها بالظروف الصعبة. هي ثقافة استطاع من خلالها الشباب أن يترجم دوره وانتمائه للوطن من خلال رسائل ومبادرات كثيرة، طبعا بمراحل مختلفة، عن أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية ودور الشباب بالمراحل الصعبة اللي عم بيمر فيها المجتمع وغيره. راح نحكي مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش اليوم بدور الثقافة المجتمعية. كلياتنا بنعرف بهذا الوقت اللي عم بنمر فيه عصب الحياة هن الشباب، هن يمكن اللي عم بيتلقوا الصدمات بأي شيء عم بيصير، وهن اللي عم بيكونوا مثل ما بيقولوا بالوش لأي شيء عم بيصير. خلينا نقول كيف ممكن نعزز الثقافة المجتمعية عند الشباب؟ هلأ مثل ما حضرتك بتعرفي احنا عشنا أزمة وحرب كونية علينا أكثر من 13 سنة، وكان دائما الشباب هنن عبارة عن برهة الأمل والطاقة الإيجابية، فدائما احنا صار غير أنه تاريخنا بالمسؤولية المجتمعية هو تاريخ عمره مئات السنين، أيضا تبلور بثقافة صارت هي مداخل لسوق العمل، وأصبح العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية توجه شبابنا، وصار في شيء ينقال انه هذا واجب تجاه مجتمعي. يعني نحن تجربنا بعدة ازمات، وكان اخرها اللي كتير تبلور فيه في جهود كانت منظمة جدا كارثة الزلزال ب6 شباط 2023، وكانت هلأ الحرب اللي عم بتصير اللي هي غير عادلة نهائيا ودور الشباب فيها. فانا كنا من الاول نحن نعطي نداء للشباب انه في مسؤولية مجتمعية. هلأ بتلاقي الشباب كلياتهم منظمين بمبادرات طوعية، هن عم بيقولوا لك شو دورنا هلأ؟ صاروا بنسمع بالأزمة بنشوف لحنا فوراً النظرة الإيجابية تبعتها، طب لحنا كيف فينا نساعد؟ بتطلعي بتلاقي عن جد هن طلاب وعندهم ما يشغلهم من الوقت، وبنفس الوقت هن عندهم حس مجتمعي نما عندهم وأزهر. يعني هلأ لحنا صار بشكل منظم أكثر، صار في قلبه مهارات. يعني لحنا الحمد لله هلأ عدة منظمات طلبت مننا مثلا انه نبعث متطوعين، ما انتظروا انه احنا ننظم كمؤسسة ادارة موارد بشرية ننظم احنا مبادراتنا. اوام احنا استجبنا لكل الزملاء من المنظمات الاهلية لاستضافة اخواننا اللي جايين وعندهم الازمة بلبنان، وكان وقتها اول دور لهم على الحدود تقديم ما يمكن تقديمه والمساعدة بهذا الموضوع بشكل كتير كان منظم وراقي جدا، بظل طبعا تدريب كان حلو كتير بشكل كان مرتقي لنوع الأزمة. كانت العمليات كلها منظمة ما في ازدواجية فيها، كانت المبادرات التطوعية يتم تنظيمها من عدة منظمات موجودة منظمين الأدوار بيناتهم على كبر الأزمة. على قد ما بتشوفي اللي احنا بدأنا بامتصاصها كلياتها بطاقة إيجابية، هالمبادرات اللي هي والمسؤولية المجتمعية عم تعطينا كتير ثقة فيهم انه فعلا كنا بنقول اللي احنا من 10 سنين انه مدخل من مداخل سوق العمل هو العمل التطوعي. هلا اللي احنا عم نشوفه فعلا هو مدخل مداخل سوق العمل، يعني اللي احنا ما في أزمة بتتم وما في مبادرة بيشارك فيها متطوعين الا بلاقي عدد من هدول المتطوعين صاروا موظفين بهالمنظمات. فاحنا صار غير انك انت الواحد عم بيقوم بعمل انساني ومجتمعي، كمان عم بيأدي لدخولك لسوق العمل، وعم بيضل هالحس الاجتماعي هذا عند الشاب او الصبيه اللي توظفت من وراء مسؤوليه مجتمعيه عم ينمو اكثر وعم ينزرع داخل منظماتنا. فما عاد في شيء اسمه منظمات ربحيه ما عندها دور مجتمعي، هالشيء هذا عم نلمسه كل يوم وكل تجربه، وان شاء الله هيك الله يبعدنا عن الازمات، بس عم نشوف دائما من الجانب الايجابي للازمه لحنا. اكيد. طيب نحن خلال هذا الوقت اللي عم نمر فيه كمان عم نشوف كثير مطارح بحاجه لتقديم المساعده كان للشباب أو بشكل عام للمجتمع، كيف عم بيكون توجه الحالي لحتى نعرف كمان نقوم الدور اللي عم يشتغلوا عليه، كيف ممكن يقدموا مساعدات؟ لأنه كمان تنظيم العمل أحياناً أهم من العمل بحد ذاته. صدقيني حكيت 100% صحيح. لحنا هلأ من وقت ما بلشت آخر شيء الأزمة بالحرب هون أول نظمنا أدوارنا مع المنظمات الأهلية، ما عاد في داعي أنا أبرز كمؤسستي حتى أبرز دورها، أنا ممكن أقدم متطوعين، مؤسسة ثانية ممكن تقدم مساعدات، مؤسسة ثالثة ممكن تقدم المواصلات والمكانات، ما عاد في داعي أنه أنا أقول مؤسسة إدارة موارد بشري حتقدم الخدمة من الألف للياء،
لا أنا ممكن يكون دوري كتير جزئي ومنظم، أنا بقدم الكادر البشري المنظم اللي ساعد بالزلزال واللي ساعد بالأزمة السورية، غيري بيقدم المواصلات، غيري بيقدم دور المجتمعي الإعلان، غيري بيقدم مراكز الاستضافة، يعني كل واحد صار فينا أدوارنا لحنا المنظمات تبلورت أكتر، لحنا صرنا نعرف عم نستفيد من كل تجربة وعم نبني عليها لتجارب أخرى. غير هيك الدور المجتمعي ما عم ينتهي بدون الأزمات، يعني دائما مستمر، يعني عندك مثلا كتير شغلة كانت حلوة اللي هي تنظيم مثلا عملية إدماج الاحتياجات الخاصة بالمرسوم اللي طلع رقم 19 بشهر 7، كان كتير مهم هذا الموضوع، وهذا عطى أدوار وعطى فجوات كتير بدها ردم بالعمل المجتمعي. وين نحن من مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وين نحن مثلا من عدة أمور هي بتنال الحياة المدنية حتى بدون أزمات. فدائما نحن عم يتبلور عنا هالشيء، والشيء اللي بيميز المجتمع الأهلي إنه مرن جدا، وغير هيك محدد بأهداف. يعني أنا مثلا إذا كان دوري تنموي بأخذ الشق التنموي واللي فيه عمليات تنموية، غيري دوره إغاثي بياخذ الدور الإغاثي، أنا ما بتعدى عليه أنا، لأنه الشق المساعدات أو العمل المجتمعي له عدة أوجه. هذا الشيء عم تختص فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعم بتحدد أدوارها أكثر وأكثر، فما عم بيصير فيه ازدواجية. هذا الشيء عم نلمسه لحنا من خلال موارد كتير قليلة أحيانا، بس عم تعطي صدى كتير كبير. ليه؟ لأنه كانت منظمة. طيب حاليا بهذا الوقت اللي نحن عم نمر فيه بنشوف السوشيال ميديا عم تلعب دور جزء منه كتير سلبي لتوجيه الشباب نحو ثقافة السلبية، ما إلي علاقة، ما دخلني، شو رح استفيد إذا عملت أو ما إلى ذلك، غير نشر قيم مختلفة شوية عنا وعن حياتنا. اليوم كيف ممكن نحمي الشباب من هاي الهجمة إذا فينا نقول اللي موجودة على السوشيال ميديا، وبنفس الوقت يكون في توجيه لهم ولدورهم بشكل صحيح بالمجتمع؟ كنا بنحكي هيك تحت الهوى شوي انه قد ايه صارت السوشيال ميديا هي مثلا مصدر طاقه ايجابيه وبنفس الوقت مصدر طاقه سلبيه. عمليه المتابعه والتحليل والناس اللي فاتت على الخط وصار كله منظرين وكله عم يسمعنا رايه بالموضوع. انا برايي الواحد ما يتابع هالموضوع السلبي نهائيا، واحسن ما تلعن الظلام ولا شمعه، يعني دائما احنا بنقول هذا الشيء. فقبل ما تقعد انت تكتئب وتقعد وراء الشاشات وتسمع الاخبار المحبطه، انزل على الشارع وشوف في عندك دور. المواقع السيئة اللي عم بتتابعها الحق المواقع الجيدة، في مواقع دائما فيها طاقة إيجابية. يعني اللي احنا بتصير الأزمة بنروح فورا على الدور الإيجابي تبعها، شو بدنا نقدم، غيرنا بصير أزمة، يعني هي نهاية الحياة هي كلياتها. فبدك تشوفي انت ليش لروح أنا وراء المصادر فيها طاقة سلبية وأخذ وامتص وغير المود تبعي، ليه ما روح وراء وين في مبادرات وسعي. بس صدقيني أستاذة سلمى، في كتير مواقع عم تجذب الشباب بطريقة كتير جيدة، وعم تنزل كلها على المبادرات المسؤولية المجتمعية. وصدقيني مثل ما قلت لحضرتك، عدة سنوات لورا كنا النادي، هلأ عنا كوادر عم بتقول لحنا شو دورنا. يعني وعم قلك هن عندهم ما يكفيهم من الشغل، وفي منهم عندهم مبادراتهم أونلاين وبيشتغلوا لصالح شركات افتراضية، وبنفس الوقت نزلوا وقدموا بارت تايم هلأ، والشي اللي عم نعطيهم يا مرن هلأ جدا مو ضروري يكون متطوع فول تايم. أعطيني جدولك لحتى لاقي لك سبوت بالعمل المبادرة. يعني في عندي ناس هلأ ما عم تنزل غير ساعتين بالأسبوع، وعندي ناس 6 أيام بالأسبوع 6 ساعات يوميا. فلحنا بحاجة للكل، يعني قد ما فيك تقدم قليل من وقتك ومن جهدك بالسوشيال ميديا. في عنا ناس كتير عم تنشر شو الصورة الإيجابية للأزمة، إنه لحنا قديش مثلا ساهمنا بحل الأزمات، أنت كمان بتقدر تساهم معنا، انضم معنا. فلحنا أحيانا بنحاكي الشباب بعقول شباب مثلهم، هن بتوجهوا لهم بالسوشيال ميديا وهن بيقولوا لهم كيف، وعم ننقل تجارب حقيقية على الأرض شو عم نعمل. يعني ما عاد اكتفينا إنه لحنا نكتب كتابة، هي صورة واحد من زملائك قدم دور إيجابي لبلده بنص الأزمة، كن إيجابي مثله. وهذا الشيء عم كتير عم بيصير بالعدوى الإيجابية، يعني الناس كتير اشتاقت تشوف تجارب عملية، ما بدنا لحنا نبعث لهم بوستات ونحكي لهم هذا بيصير وهذا ما بيصير. لا، هي الصورة وهذا ريل كتير صغير مدته 90 ثانية حطيت لك يا لشي صار اليوم بساعة الفلانية. فهذا الشيء كتير عم بيزرع طاقة إيجابية. ولحنا دائما دور الإعلام لا يخفى، بتعرفي حضرتك إنه مهما حكي هنا مو مثل صورة أو مثل فيديو ممكن يتمرق وممكن ينحكى. وعم بتساعدنا كتير منظمات أهلية، صار عملها بالميديا منظم جدا، تعرف تماما كيف تنشر وأيمت تنشر بالطريقة الإيجابية. يعني أنا بقول لهم كفانا أحباط، الشيء اللي بيكون مصدر إزعاج لألك وكآبة بعيد عنه،
وخليك عم تلتهي انت شو دورك المجتمعي، شو هي الطاقة الإيجابية من وين بدك تجيبها، ونوع المسؤولية المجتمعية الحمد لله بتعطيك طاقة إيجابية انك عملتي شيء بمجتمعك، حتى بنص الأزمة عندك بتحسي شعور بالرضا عن النفس والثقة بالنفس. طيب خلينا نسأل هيك سؤال شوي، اليوم لسه في للأهل دور مع الشباب؟ دايما بنقول يعني دور الأسرة إلى حد كبير كمان صار شوي فيه عليه تساؤلات بالنسبة للأطفال وللمراهقين، مع أنه هو الدور الأساسي والأول يعني، ولكن هلأ بالنسبة للشباب وخصوصا الشباب الكبير اللي دخل جامعة أو عم يشتغل، لسه ما زال في دور بتقدر تقدمه الأسرة؟ الدور بتقدمه أسرة بدنا نكون حقيقيين واقعيين، مرة بيكون سلبي خوفا على أولادهم أن يروحوا بمبادرات معينة إذا كانت مناطق شوي تكون مناطق ساخنة، ودور إيجابي جدا أحيانا متلاقي الأهل بعتوا حتى بعتوا حصص غذائية حتى بعتوا شيء معين أنه نحن هدول بدنا نقدمهم مع أولادنا، فبتطلعي تلاقي كتير أوبوزيت بينات يعني كتير، فبنلاقي نحن أنه هدول أهل وهدول أهل، وهذا الشاب بعمر نفس الشاب والصبية بعمر الصبية ليش هون وليش هون. توجهنا لحنا من سنة ونص لمبادرات توعية الأهل، فصرنا نجيبهم حتى بالأيام العادية لأهمية المسؤولية المجتمعية، وهالشي عم يعطي ثماره الحمد لله. بتعرفي أنت ما فيك تمنعي الأهل من الخوف على أولادهم، يعني بيقول لك أنه أوكي أنا بساعد وكل شيء بس ما بدي أعطيك القوة البشرية اللي هي ابني أو بنتي تروح معك. بنفس الوقت بتلاقي أهالي هي أولادي معكم وخليهم يروحوا، وهذا لحنا كيف فينا نساهم كأهل. فأحيانا كتير بتلاقي الأب والأم عم يوصلوا أولادهم لمراكز العمل التطوعي، وأحيانا بتلاقي جاي الشاب وجاي الصبية إنه بدي أقول لأهلي بعد ما أعمل العمل حتى أكون مقنع لألون أكتر، فبتصير العدوى مع زملائه أكتر إنه أنا بدي أقدم ليش حتى يكونوا أهلي هن السلبيين المانعيني إني أعمل دوري المجتمعي، فبيرجع لأهله بالنتيجة أكتر ما يفوت معهم بعملية الإقناع قبل المبادرة. فلحنا منلاقي النوعين يعني عشان ما ننكر الوضع نهائيا، بس عم شوف هلأ الحقيقة الدور كبير للناس اللي صارت إيجابية بهالموضوع، كلنا بدنا نساعد وكلنا بدنا نقوم بدور معين، اللي ما عنده القدرة المادية عم بيقدم الجهد البشري المنظم الرائع جدا، واللي عنده قدرة مادية عم بيقدمها، عم تتوزع الأدوار بشكل متبلور أكثر، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهت معنا وقالت أعطتنا التطوع بالعمل هذا، يعني نحن الخيار من عنا، نحن نظمنا حالنا، عرفتي كيف؟ يعني بطريقة إنه أنتم شوفوا أدواركم ما في ضغط عليكم أي شيء، نحن بدنا منكم نتائج على الأرض، والحمد لله رب العالمين، يعني وفينا الدور وكانت خليني أقول لك فزعة المبادرة الأهلية والمجتمعية صرنا متعودين عليها، ما عدنا استغربنا، شفناها بأحلى أوجهها بأزمة كبيرة مرينا فيها بكارثة الزلزال، وشفناها قبلها بالأزمة السورية كيف نحن والحرب اللي علينا وقديش كنا نحن ناس إيجابيين بالموضوع، وهلأ الحمد لله عم نشوفها بآخر الشيء اللي عم نعيش معه. طيب خلينا نحكي كمان عن دوركم اليوم كمؤسسة بتعزيز هي القيم ومن خلال نشاطات كتير أنتم معروفين عم تقوموا فيها. ليكي نحن شو عم نعمل؟ عم نعمل عمل منظم جدا، أول شيء عم نغذي المتطوع بكل المهارات المطلوبة لسوق العمل المجتمعي، عم نشرح له بالأول ما معنى التطوع، كيف ممكن تتطوع، أوجه التطوع وكيف هي، كيف يستطيع الشخص أن يقدم عمل تطوعي وعمل مجتمعي حتى من أي مكان. يعني لحنا بيجي أي واحد بيقول لك أنا عم بدرس أدب إنجليزي كيف بدي أتطوع، بقول له تكرم عينك في عنا ترجمة نصوص، هذا دورك التطوعي على الميديا. بيجي عنا واحد تاني طب أنا مثلا عم بدرس هذا الاختصاص ما له علاقة بالتطوع، حاسبين الناس كلاتها في مفهوم خاطئ إنه التطوع بس بمجال واحد، يعمل إنه أنا روح أقدم حصص غذائية يا أما سوشيال ميديا، أبدا مو هيك. فنحن بنيجي بنشرح لهم عملية التطوع، بنعطيهم مهارات المتطوع وبنصقل شخصيتهم بالمهارات التواصل، لأنه بتعرفي حضرتك أنت دائما الشخص اللي بده مساعدة أو اللي بحاجة شيء معين تقدمي له إياه، طريقة التكلم والتعاطي معه هي اللي بتأثر أكثر من الشيء اللي عم تقدمي له إياه، فهذا كثير بنشتغل عليه مهارات التواصل وكيفية الواحد منهم يصقل شخصيته ما يؤذي مشاعر الآخرين بوضع معين، هذا بنشتغل عليه كثير. غير هيك بنعمل نحن مبادرات تطوعية داخلية قبل ما تصير الأزمة، فنحن دائما شاغلينهم بعمل تطوعي ومجتمعي حتى لو ما كان في عنا عمل حقيقي بيتطلب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. فهذا البيت الداخلي اللي عم نشتغل عليه بصقل المهارات مو كل المؤسسات عم نشتغل عليه. الشغلة الحلوة كتير في كتير بجمعيات ومؤسسات ما عندها هذا النوع من التطوع، بتقلك أنا عندي 40 متطوع جديد بس ما لي عارفان عشو يدربون، ممكن نبعتهم لعندكم على مؤسسة إدارة الموارد البشرية، لحنا مندرب صرنا لجهات أخرى وبنعطيهم
يعرفون شو هو ما المطلوب من المتطوع، ما هي واجبات المتطوع، ونخليهم يوقعوا على كود وعقد تطوعي. هذا الكود بيراعي العنف المجتمعي، بيراعي عملية منع سوء السلوك الجنسي داخل العمل، بيراعي أخلاقيات العمل. فصارت الناس عم بتفوت على سوق العمل من خلال عملها المجتمعي اوريدي عند الاي بي سي تبع سوق العمل. طيب خلينا نحكي كمان على نقطة مهمة. اليوم كتير أوقات بيحكوا عن المجتمع إنه هذا مجتمع شاب وهذا مجتمع شوي يعني الوظائف اللي موجودة فيه هي لساتها لكبار السن. نحن نتميز بأنه نحن مجتمع شاب وعندنا ميزة أخرى إنه هي يمكن بطبيعة السوريين إنه أغلبهم بيكون عم يدرس وعم يشتغل. يعني بنشوف كتير شباب حقوقيين مهندسين أطباء ما إلى ذلك عم يشتغل شغل تاني ما إله علاقة يمكن بدراسته، ولكن هو عم بيحاول يشتغل. هي الخبرات وقديه مهمة، صح ممكن تكون بعيدة عن مجاله أو عن تخصصه، ولكن أيضا العمل بفترة الدراسة قديه ممكن يفيد الشباب، يعطيهم خبرة أكثر، ممكن علاقات عامة، ممكن يقدروا يشوفوا يتعرفوا على ناس، يشوفوا كمان سوق العمل بشو بحاجة هو. تمام، يعني إحنا في شغلة هيك ما كنا بدنا نفسح عنا نقول إحنا بـ 30-31 الشهر في عنا ملتقى فرص عمل كتير كبير عاملينه على مستوى يعني سوريا، وحيكون بفندق شيراتون برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعنا كبرى الشركات. بدي فاجئك بشغله، ربع الفرص اللي احنا عارضينها هي فرص تطوع وفرص مسؤوليه مجتمعيه كمدخل من مداخل سوق العمل. نحن لقلك هلا نحن بتعرفي حكينا بحلقات سابقه انه رايحين على سوق عمل اسمه سوق عمل هجين، يعني لازم يكون في عندك عده مهارات بعيده عن اختصاصك الاكاديمي حتى تقدري تلاقي فرصتك ومقعدك بسوق العمل. هذا الشيء الهجين بيخلي طبيب مصمم اعلانات، وبيخلي صحفي هو عباره عن مثلا مرتب واجهات او ديزاين واجهات بمحلات، واللي بيخلي مهندس هو قاعد بنفس الوقت عم يعطي اتش ار، واللي بيخلي واحد قاعد دارس اتش ار عم بيقوم بعمل مثلا اعلامي. فاذا هذا الاندماج صار هو عباره عن الباكج لدخول سوق العمل. يعني احنا صرنا صافين اكثر من 12 شيء بدك اياه لتدخلي سوق العمل بغض النظر عن اختصاصك. هلا كلياتنا لازم نصير نعرف كلنا كيف نظهر على السوشيال ميديا ونقنع، بغض النظر انه مهنتنا سوشيال ميديا ولا لا، لانه انت بدك تديري صفحاتك، انت بدك تعرفي كيفيه ظهورك امام الناس وامام الاشخاص اللي هن خلينا نقول متابعين لك. بنفس الوقت هذا التعدد بالمهارات انا بسميهم مهارات وليس تعدي على الاختصاصات. يعني مثلا انت بتشوفي مثلا بايام سابقه ما حدا كان يعرف على مايكروسوفت اوفيس الا الناس اللي بتشتغل باعمال مكتبيه. هلا هو مطلوب منك صفر الدخول لسوق العمل انك تكوني بتعرفي وورد واكسل وباوربوينت. هلا الصفر تبع سوق العمل اللي جايه هو تكوني انت عارفانه كل السوشيال ميديا كيف تديريها كلياتها كامله، لانه هذا الجزء الافتراضي صار جزء من حياتنا العمليه، ما عاد فينا نغفل عنه ونقول بدنا نوظف حدا يشتغل لنا اياه. بدنا نتماشى مع لغه العصر. تمام، وانا بنصحهم انه يقووا حالهم بكل هي المهارات، لانه هي ما فينا نقولوا انه تعدوا على اختصاص غير اختصاصه. اكيد، يعني معلومات دائما قيمه ومفيده. شكرا لك دكتور منير، واكيد الشكر لكل طاقم المؤسسه يلي عم يشتغل مع شبابنا بكل المجالات. شكرا لكم، والشكر بوجهه لهم كمان انه الله يعطيهم العافيه على العمل المجتمعي.